قبل ما نشوي السمك لازم نحط شوية ردة كده على الشواية من فوق، عشان خاطر لما تبقى سخنة ممكن تحرق السمك. بنفرش الجريلا من فوق شوية ردة الأول، وبعد كده بناخد البوري ونرص واحدة جنب التانية. الناس اللي بتحب السمك المحشي من الداخل، يعني في ناس بتحب السمك مقفول وناس بتحبه محشي من بطنه. طيب احنا هنا فتحناه وشلنا كل اللي جواه وغسلناه في فرشة وتنظف معانا البوري بشكل كويس، يا ترى هنحط ايه في البطن؟ تلخيصا كده يا جماعة، لما نحط حاجة في بطن السمكاية هنروح بقى للفلفل، سواء كان الوان او فلفل حامي او فلفل اخضر، بس مع شوية كرفس كده وشوية توم، كل ده مع بعضه كده مع الملح والكمون وشوية بابريكا او شطة اللي موجود عندنا، وندق ده كده في الهون او نفرمه في المفرمة، ونروح بقى نحطه ببطن السمكاية. وقبل ما نحطه بنحطله شوية زيت، عصرة ليمونة حلوة، وده يمشي حشو قوي في بطن البوري. بعد ما نرصه كده على الشواية ونشوف الشكل الرائع ده، هنقول على خلطة تانية برضو. شايفين الرصة وشايفين الحلاوة؟ الشوي امتاع واكله امتاع، وانا بحب الدلع في الشوي. بعد ما بنرصه وياخد لون اسمر بنقلبه بسرعة كده على الجنب التاني. في خلطة تانية زي البصل والفلفل والطماطم والخضرة، الشبت والبقدونس والكزبرة وبشر الجزر، بيمشي برضه مع التتبيلة والملح والبهارات في بطن السمك، ولكن الأفضل بلاش الخلطة اللي هي البصل والطماطم والحاجات دي، خلينا في الحشو الفلفل والشطة والثوم والليمون والكمون وشوية الكزبرة كده، يعني بهارات السمك مع الملح وزيت في بطن السمكية. ونروح بقى نسيف على سفة بالشكل ده كده على الظهر، طبعا البطن فوق اهو الجنب على الشواية شوية صغيرين، ونروح ندخلها بقى داخل الفرن في الصاج، تكمل بقى سواها والقشرة تترفع معايا وتاخد اللون الاسمر كامل، يعني مش عايز السمكية يبقى فيها لون ابيض، ونمسكها بالماشة كده بالشكل ده. وبعد ما تطلع هنحط ايه على البوري؟ البوري بيحب ملح وكمون وليمون وخلاص، اهو طلع معايا مستوي بشكل كويس. الملح اللي عندنا طبعا فيه كمون وفيه شوية كزبرة برضو، رشناه كده في الصينية الاول، وبعد كده هنرش على البوري. هنكون محضرين عندنا برضو شوية ليمون كده، خفينهم بشوية مية، ونبدأ نسقسق البوري ده بعد ما نحط عليه الخضرة دي كده، يعني نديله ليمون، عايزين نجيب ليمون ونعصر عليه ساعة الأكل. ماشي، طلع بيتقشر حلو قوي، شايفين بقى القشرة سايبة، وده شوي البوري بكل سهولة. عملناها مقفول قبل كده، عملناها مشوي بالخلطة، عملنا له سقية، عملنا له كل حاجة، والفيديوهات موجودة على اليوتيوب. لو عايزين تشوفوا ايه السقية وايه الخلطات المختلفة ادخلوا على القناة، هتلاقوا احلى واجمل الفيديوهات اللي تقول على كل حاجة. ما تنسوش ذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيكم في التعليقات ايه، وشاركوا الفيديو للغير، واستنونا في احلى واجمل الفيديوهات ان شاء الله من الشيف رضا شعبان فودة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل، وان شاء الله نراكم على خير. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.